وفاة 19 طفلا بفيروس كورونا و117 في الإنعاش خلال غشت. دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آباء وأولياء التلاميذ إلى اصطحاب أبنائهم من أجل المشاركة في حملة التلقيح التي ستشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثة الأجنبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة ابتداء من 31 غشت الجاري. وأوضح العثماني في شريط فيديو نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أن عملية تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا تأتي بناء على توصية اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح بعد الانتشار المتزايد لمتحور دلتا في صفوف الأطفال. وكشف العثماني أن 19 طفلا توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن 8 منهم توفوا في شهر غشت وحده. وأضاف المسؤول الحكومي أن حوالي 256 طفلا دخلوا غرفة الإنعاش منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، من بينهم 117 طفلا دخلوا غرف الإنعاش خلال شهر غشت فقط، مشددا على ضرورة الانخراط بكثافة في حملة التلقيح حتى نتمكن من حماية التلاميذ وإيقاف انتشار الفيروس.